Azul. Art et sport. سمع الكلام اللي أدي
اليوم ويمحنك غدا يميتك ضحك وتصبح بكي صابنا الله معكم عاش من جورة غدارة صابنا الله معكم قال حال حسن طيب الله ترى غدرتونا شحال من مرة خدعتونا مرة مرة من 63 لل 75 94 2021 عمركم حسدو آه يا الغدارة آه يا الغدارة يا الليل لا تعاود للناس كلامك لا تعاود للناس حلامك نود نود فيق فيق سير 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 قدام الله يجيب التيسير على كل اللي جاني على طرف لساني ماني مغني ماني شاعر ماني مطرب ماني فنان يا ودي بلا ما بزرنان يا الليل لا تعاود للناس كلامك لا تعاود للناس علامك عاش من جورة عاش من جورة عاش من جورة قوم الغدارة عاش من جورة ما تقوليش خوا 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 طوا طوا راه كي نحن شي تلاوة آه يا وا يا وا خويا خويا انت اللي من المغرب ديالي خويا خويا انت اللي من المملكة وديالي ورا الحدود ما كاين غير الغدارة يا الليل انا تعاون للناس حلامك لا تعاون للناس من أمان ما عدنا جار ما عدنا حبيب عدنا غير عدوى دوى دوى ينضحكو كلمة خوا خوا يتيري فيك بالقرطاس يحاول يهرس لك الراس يتيري فيك بالميسيلة ويردك بالدم تسيلة عادي يفرح عادي يشطح عادي يكون من شوي يتيري فيك بالقرطاس يبغي يهرس لك الراس يتيري فيك بالمسيلة يبغي يشوف الدم مسيلة عادي يفرح ويديري في الهسيلة يا الأيام لا تعاود للناس هلامك لا تعاود للناس كلامك آه على كلامي نقولو وخا نكون وسط البركان ما عنديش مع الحكايات وكان يا مكان في قديم الزمان ما عنديش مكان من 63 وما لاصقينا فيه درن درن دل 75 تعدوا 350 ألف 64 و94 أطلس أسني لك الغدارة والعرجة ما ننسوها المسيرة كحنا تاهية 350 ألف أطردوها ليلة العيد والشعب يصفق ويشطح بس عادي شرط ما كاين لا خوا خوا لا كاين لا خوا خوا ما كاين غير الكذوب ما كاين لا خوا خوا ما كاين غير النفاق بغاو يمحيونا بغاو يرحيونا بغاو يدفنونا حيين المملكة حرقة ليهم العين المملكة أخضر هذاك اللاين ما تقوليش راه التوبة كلهم دماغ بوخروبة
ما تقول ليش راه التوبة كلهم عقليات مخربة. اي 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 ما تخلعنيش بالتهديد ما تخلعنيش واخا تجيب الحديد. يا الايام لا تعاود للناس كلامك لا تعاول للناس حلامك انتو ما فين ولا فين شيوعية شيوعية. انا يعني اقصر من اشتاك ولكن سيت ان ميساج هذا ميساج رياليتي صحاب طوا طوا راهم يوجدوا باش يحاربوك جمع راسك راهم عندوك راهم يوجدوا باش يمحيوك يقتلوك انت وخوك وما مكوبوك اجمع راسك ما كان خوا خوا غي العداوة عداوة وكي الحنش يتلعوا عقلية مخربة ما زال حية عقلية مخربة هاد الدنيا. هذه جيتار يا باشا هذه جيتار بعدا هذه في كلوب هذه يا بوكو دو جيتار مي هذه في كلوب هذه 76 واخا قالها البروبليم في هذا السرج هذا درنا لها هذا الاخر باش ما تسمع ديك الطرن طرنا شويه خاسره ولكن قضيو معنا. شويه لونجلي لا فوا ديال الريل وي ايه ان مومون جي ميكسكيز رانا واخا شوف واخا حنا قصارين شويه حديتو مغزي كما يقولوا جي ميكسكيز مون ديبار مي حنا قصارين سي با اون سواري اوفيسيال. وي دونت نيد نو مور ترابل وي دونت نيد نو مور وور دي ار لوكين انذر وور بات دي ار جست ا لوزر. What are they looking for? Trying to get us in the struggle. We are struggling for a new life. We are struggling for a modern life. We don't want to live in misery. We don't want to live in slavery. Don't tell me that you're my brother. Don't tell me you're my friend. Don't tell me you're my neighbor. Don't tell me you love me. Don't tell me you need me. No, no, I can never trust you. You've already many times betrayed me when I was at the beginning. خرج خرج You want me to be on your side, but you are shooting me on my back. You try to burn me alive. You want a war? A war is against poverty. The best war is against oppression. The best war is against the slavery. No, no, not against. You pretend against Muslim. You play the religious man. You play the Muslim. You kill your friend by his back. You shot him even in his mouth.
don't tell me, never tell me, you're my brother. Look around you, see what they need. Hear to your people and hear them externally. They want a food, they want a water, they want a meal, they want a now, they want a job, they want a money, they want a freedom, and you're looking for a job. Nothing it. Yeah, my friend, and you see fruit, all what is against miracle. If you wanna drive me to war, I'm ready to defend my land. If you wanna drive me to war, I'm ready to defend my country, sweet homeland. I don't pretend that I'm someone giving you advices. I don't pretend that I know more than you must know. I'm not a poet, I'm not an artist, I'm not a singer, no, no, my friend. I'm just a man singing truth. Listen to me carefully. Your eternal enemy is just in the border, few miles from. They don't want a peace, then they want to leave a freedom for them. They want to try us to be in jail. They wanna burn you alive, make you on your knees, asking them please, please to give them what they want. I'm another one, I understand. Bravo. Merci. Ça va? Il a cours aujourd'hui? Oui, il a cours. Il m'a dit qu'il faut, bien que je vous confirme qu'il veut faire une nuance. Oui, bien sûr, ça y est. Parce qu'il était c'est confirmé, c'est moi qui l'ai invité. Okay. Okay. C'est moi qui l'ai invité. Il mérite d'être surclassé. Si. D'accord. D'accord. Va essayer, si. Et va essayer. Va... Il était énorme. Non, 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 il est prometteur. Ouais. Don't worry, il est prometteur. Pas de problème. Bon. J'ai un ami espagnol qui est son fils ici. Angel Rodriguez, c'est le papa. Il y a un grand joueur. Il joue, un grand joueur. Talent, très prometteur. Ouais. Ça va être un international. Ah oui, un international. Ah bah bon, je vais lui envoyer des vidéos en train de tirer des vidéos. Celui-là aussi. Je ne veux pas le gonfler, mais c'est... Ah, lui, il a le mental. Ah oui, il est... c'est l'intelligence qui marche. Il ne lâche pas. Voilà. Shukran. Alors c'est bon? Tu commences avec nous aujourd'hui, ok? Je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir. Et si tu veux apprendre la guitare, je suis prêt, hein, c'est gratuit. Il y a plein d'instruments là au magasin, tu prends l'instrument, tu apprends si tu veux. Essaie de retrouver tes amis d'abord, après on va régler, soit là, soit là, d'accord? D'accord, elle a dit que je te cherche. Bisous, bisous. I share with you all what I do along the day. Je partage avec vous ma passion, l'art et le sport. C'est spontané, attention, rien n'est préparé d'avance. Salam. Hein. Je vous remercie beaucoup. C'est des improvisations. Et j'ai toujours été comme ça depuis que j'avais 10 ans. Allah, je remercie, je salue Milo Drami qui m'avait conseillé de déposer au BMDA le Moulat Sahla, livré si j'ai fait droit d'auteur, Rekidil Ognialielo, il dit audio, il dit le texte, il dit par mail, le BMDA, ok, c'est jour que les auteurs l'accusé, il dit qu'il y a un peu de choses. Mais moi, je n'ai rien à vendre, il dit, mais on m'a barré, je ne peux pas le faire. Il y aurait un achat.
pour décompresser, pour communiquer artistiquement. Quelqu'un comme vous dit, looking for work, we don't need no more troubles. On n'a pas besoin de problèmes. Là, on n'a pas de problème, mais le problème de rôle, mais qu'on n'a pas besoin de problèmes. Ils sont déjà en guerre. Déjà en guerre, guerre de nutrition, l'alimentation générale, les salaires, le mât, le transport, les routes, beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce que vous dites, les problèmes? Au lieu, parce que c'est un régime communiste. C'est un régime communiste. Le régime communiste dit qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des rebelles, qui ont des gens qui ont des gens. Mais nous, 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 نous, nous, 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 عندنا النشاط هاد البلاد النشاط ولكن كاينه خدمه كاينه طرافاي كاين شي احواش اخر شكون يقدر يخدم بحال السواسه احواش واحيدوس والركبه خدامين الناس خدامين راه ماشي حنا هاد الدردك عاوز يدردك ولكن كاينه خدمه هما عاود حرج زيد حرج حرج على المغاربه كيقريوهم غير العنصريه والعبوديه ديال 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 ستالين وديال غوركي وديال بوخروبه انهم هما تحررين المغاربه هذه دونك جو فو سالي على بروشين. Soyez au rendez-vous, vous c'est pas obligé, c'est spontané, c'est toujours spontané. Depuis longtemps, je communique et je ne cherche rien du tout. Libre et je vous salue. Déjà parce qu'ils sont déjà en guerre contre la Syrie. Le Maghreb, c'est la Mauritanie. نوض الروينة باش موريتانيا تجرها وتشد الشمال ديال موريتانيا وتدخل هذوك اللي كان اللي جنسوهم دوك البوليزاريو اللي جنسهم هيد الله وربعته عبد العزيز اللي جنسوهم ردوهم موريتانيين هما اصلهم بوليزاريو بوليزاريو سي الجيريا باسكو كانت الاسبان ما كانت حتى شي جنسية أخرى ما عدا مغاربة موريتانيين جزائريين جنسية جديدة اللي زاد ديال البوليزاريو ديال الصحراء وراها راه الصحراء كاينين من مصحة المغرب حتى الصحراء ديال البحر الأحمر حتى لإسرائيل يبغى يهضروا على الصحراء، الصحراء كتبدا من المغرب البحر الأحمر. أما هذيك الجنسية الصحراوية راه ما كايناش. إلا كنا بغينا نديروا جنسية صحراوية نديروا كذلك جنسية جبلية، جنسية بلطيقية، جنسية محيطية، جنسية كل جنسية على تسمي جنسية على حساب المنطقة، ما كايناش هذه القضية هذه. الصحراء كاينة حتى في نيو مكسيكو، حتى في كاليفورنيا، لو ديزير. تسمي جنسية صحراوية، درت جنسية صحراوية، إلا قلتي صحراوية بحال عندك جنسية ديال كاع الصحارى ديال العالم. كم تخربيق الجزائر دارت فيه المشاكل. الجيري شوف الشعب اللي كان يتصنف الجزائر من صحاب السينيال، يعني بلادكم دارت غير الصداع، البلاد الجيري دارت المشاكل، رونات في أفريقيا. حبست 120 مليون ديال السكان ديال شمال أفريقيا ما يتحركوش على قبل 20 مرتزقة دبرت عليهم كلكم. كنحييكم ديما 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 المغرب، هادشي اللي كنقول لكم، أوغوبواغ. عرفتي راه كاين ديما لي فيديو راه ديما كندير فهمتي ديما لي فيديو بوغ لو بليزير ونضحكو شويه ولكن هاد الحرب اللي كيقلبوا عليها والله ما يربحوها الله راهم هما في حرب حنا نديرو معانا حرب غنديروها بوش الدوب والمريني والصويري تريتر تريتر شتي لي درون خدامين النمل شتي لي درون خدامين والماكله لتحت راك البسطيله راك تافرنوت راك الطنجيه راك حلويات كيدورو وغريبه باش تدوب غادي معاهم هذاك الحرب ديال التمرمير حتى بنادم ما باقيش شرب بطاطا زرقاء كيكون بطاطا زرقاء الحوت ما كاينش من سمعت انا الدجاجه كدير 3 مليون دينار الدجاجه 3 مليون دينار صاحبي انا كنشوف دابا قال لك اسيدي الدجاج كيصدروا الدجاج وشويه قال لك الدجاج ما عندناش وكنشوف هذوك الدراجنين ديال الدجاج مي كيجيبوهم مي كيصدروهم خويا ما فهمتش انا يا خويا ما كذبش عليك انا ما فهمتش هاد الناس علاش باغيين الحرب مع المغرب كون 63 وتبرزيت كون عرفوا يستغلوا المغرب كون عايشين المغرب قال لك اللي جيتي معاه مزيان راه يعطيك حوايجو كرهم بخير عليهم ولكن هما قراهم الكراهيه ديال الملكيه الشيوعيه هي هذه عادي كيقول لهم هذوك راه مستعبدين هذوك مضغوطين حنا هما اللي احرار اللفته ما يلقاهاش اللفته وخزي وشتي المنطقه ديال تندوف ما كيغرسوا فيها والو حنا دابا تصفيه المياه راه وصلت للقويره على 5000 هكتار ديال السقي الصحراء غتولي جنة كيما ولات جنة الساقية الحمراء والذهب حنا خدامين المغاربة
خدامين، علاش كيغيروا منهم في اوروبا؟ هما كيشوفوا مغربي خدام ونقي، ولادو نقيين كيقراو مزيان ومحترمين وكيبغيوهم النصارى كامل، كيبغيو المغاربه، كيفضلوا المغاربه في اي عمل، السي في المغربي كيدوز مزيان، فهمتي؟ الوغ هما كيشربوا من لي زيكو، خلاها شي حمزه شربوا من لي زيكو، الروبيني كيخرج الماء فيه مطرب، الماء ما كاينش، كتشوف السيتي اللي كيدورو، كتشوف لا فيل سونتر فيل درجه، كتلقى السيتي بنات زرقين كبار لاصقين في الحيوطه بلاصه البارابول، ويجي وصاحبي يعيروا المغرب، يعيروا اش بغاو عند المغرب؟ المغرب مملكه وهما جمهوريه جيوعيه، حنا مملكه النخوه، راك اخويا القصور والاوسيمه، راك صاحبي الهمه والشان، راك القفطان والجلابه والشربيه، راكو على اي كنحييكم ديما المغرب نوصل. شوف حنا اونغاني افون ميم دو كومونسي، علاش؟ لان الشعب ديالنا في المهم شهر حاجه نقلب عليها نلقاه خصو يخدم سالي توتالور، جاي لي فيديو بزاف باش صحاب السينيال يتقهروا، فيديو ورا فيديو ورا فيديو، الى الله تبارك الله عليكم، بونجور.